دائما مواقع التواصل الاجتماعي في مفردة ورسالة نوجهها لكل الأخوة وخاصة فئة الشباب. نعم. يجب أن يكون هنالك التعامل الصحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بدت ستنا الكريمة هنالك تصدع في العائلات في العلاقة الأسرية داخل. نعم. الأسرة هنالك تصدع في المجتمع، هنالك تصدع في استقبال الطرف الآخر، تجد أنه الحالة السلبية موجودة، كثرة الطلاقات، كثرة جرائم الإلكترونية من ضمنها الابتزاز الإلكتروني. ابتعدنا عن الحياة الصحيحة. يعني دائما احنا ما نتداول ويا كل الأخوة أصدقائنا بعض المعالم داخل بغداد بعضهم حتى ما ينتبه لها، لأن نقدر نقول بالوظيفة ملتهي بالمواقع التواصل فعلا. حتى في الشارع، وهي مشكلة أيضا يعاني من عندها يمكن رجال المرور، أنه بالسياقة ملتهي في بعض في أجهزة الهاتف، بعض المعالم حتى تكون خفية عن المستخدم بسبب انشغاله والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. راح تروح عندنا الحياة تنطفي، وتكون هنالك أيضا بعض الأوقات اللي تروح من حياتنا في سببها هو الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما ما ندرب الناس عن ترك فترة جيدة للتأمل للعائلة. يعني هسه بالوقت الحاضر يمكن فقط أيام رمضان أو باقي الأيام ما موجودة أنه صينية لم، ما موجودة أنه دائما أفراد الأسرة، وإحنا نوجههم دائما من خلال برنامجكم للعوائل، كل فرد بالعائلة بالوقت الحاضر خالق له فد جو افتراضي، فد عالم افتراضي بعيد عن العالم الجو العائلي. هذا يسبب لنا واهتمينا به توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم، اهتمينا به لأنه يولد لنا عدة جرائم، جرائم الانتحار حاليا في كثرة، جرائم الطلاق، يعني حتى في العلاقة الزوجية تجد الزوج مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي والزوجة كذلك، الطالب والطالبة، الشاب والشابة، يعني خالق لفد عالم افتراضي بعيد عن الجو الأسري، بعيد عن الحياة الطبيعية الاعتيادية، سواء كان رياضة، سواء كان فد هواية يقدر أنه يمارسها. تجد أنه حالياً الثقافة عند الشباب وخصوصاً دون سن 25 منخفضة إلى درجة.